اللي مش عاجبه يمشي يا سيد، انا مش ناقص روح في مناخيري وفلوس ما عنديش. هما فعلا سابوا المحل ومشوا حماده بيه؟ دي بيوت مفتوحه ومحتاجين مصاريف، وانا حاولت اصبرهم اكتر من كده. مين قالك تصبر حد؟ المنظر اللي انا شفته النهارده، الموظفين يقفوا قدامي كده ويزعقوا، مش صح ده. كان لازم تمشيهم الصبح. هم صمموا انهم يقابلوك، وانا قلت تقابلهم يمكن تطيب خاطرهم وخلاص. انا اللي طيب خاطرهم ولا هم اللي يطيبوا خاطري؟ يا حماده بيه، انا خليتهم يستنوا عشان الموضوع ما يكبرش. ما يكبرش يعني ايه؟ لا ده تهديد رسمي، ده ابتزاز. هم كانوا عايزين يروحوا مكتب العمل يشتكوك. يشتكون انا في مكتب العمل؟ ماشي كده، يبقى زنوا على خراب عشهم. يروح يشتكوا، انا ما اعرفهمش، ما اشتغلوش عندي. يا حماده بيه، ما ينفعش الكلام ده، الامور ما تتحلش بالطريقه دي. اسمع يا سيد، لو انت كمان عايز تمشي انا ما عنديش مانع، انا ما حدش هيلو دراعي. امشي وهان عليك تقولها يا حماده بيه، ده انا شغال معاكم بقالي اكتر من 40 سنه، ده لو الدنيا كلها سابتكم انا ما بسيبكوش. انا هروح اعمل لك القهوه بتاعتك بايدي. حماده قومي حلو، قومي يا سعد، قومي يا سلام. ايوه ماما. ازيك يا حماده، انا عندي ليك خبر بقى هيخليك ترقص من الفرح. ارقص ايه بس يا ماما، انا مش طايق نفسي. اسمع بس، اصل ابراهيم النهارده. ماله ابراهيم؟ ما شاء الله، امتحن النهارده 5 مادة، ونوار رجعت معاه ورقه الاسئله 10/10 وزي الفل. طب كويس. لا دي تقولها له انت بقى بنفسك، هيطير من الفرحه. اقول ايه بس يا ماما، انا مش طايق اكلم حد. الو، ايوه بابا. ابراهيم ازيك؟ الحمد لله كويس. انت خلصت امتحانات خلاص؟ لا الحقيقه لسه فاضل لي 2 مادة. طيب يلا شد حيلك. كويس، متشكر يا بابا. شفت بقى، شفت بابا بيحبك ازاي يا ابراهيم؟ شفت يا تيتا، شفت. عندك مادة ايه بعد كده؟ قضايا دولية معاصرة. طب يلا يا استاذ يلا. طمني عملت ايه؟ امتياز ان شاء الله، ما سبتش سؤال ما جاوبتش عليه. انت جينيوس، انا كنت قلقانه جدا النهارده، شكلك كده ما كانش يطمن ابدا. اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. امال فين ماما؟ ما جاتش النهارده يعني؟ انا قلت لها ما تجيش عشان عايزه اتكلم معاك شويه. نفسي اطمنها، انا متاكد انها ما نامتش طول الليل. هنكلمها في التليفون نطمنها. يلا اركب يلا. نقول مبروك مقدما. الله يبارك فيك يا دكتور، انا بعتبر اهم لحظه في حياتي يوم ما قابلتك، يوم رشيتيني بالسيلف ديفنس. المفروض ان انا كان يغمى عليا اللي حصل، ان انا فقت. مش خلاص بقى يا استاذ، احنا نسينا الموضوع ده خالص. انا عمري ما هنسى يا دكتور. خلينا في المهم بقى. ان شاء الله ان شاء الله كده مش اقل من جيد جدا او امتياز. على الاقل تقدير جيد مرتفع. لا ده نزعل قوي، انت تعبت واجتهدت فعلا، فان شاء الله مش اقل من جيد جدا او امتياز. ان شاء الله ربنا يسمع منك. ادينا بقى خلصنا من الامتحانات، بتفكر في ايه بقى لبكره؟ والله ما عارف اعمل ايه. اقدم في الخارجيه مثلا؟ لا ده بعيد عن شنبي، دي مقفوله بالضبه والمفتاح. لغايه ما نشوف هتعمل ايه اكيد هتشتغل طبعا. طب وموضوع الجواز بقى هتاجله شويه؟ لا جواز ايه، انا محتاج اعمل ابراهيم عزو الاول. انت عايزه تقولي حاجه يا دكتوره؟ ابراهيم، الفتره اللي قعدتها معانا حسيت ان احنا قربنا من بعض قوي، لدرجه اني حسيت انك ابني زي هشام وعصام وامام بالظبط. في موضوع حساس قوي عايزه اكلمك فيه، بس يا ريت تبص له بنظره موضوعيه. عايشه امك هنفضل سايبينها كده لحد امتى؟ كل واحد فينا مشغول بحياته ومستقبله وبشغله،
وهي مسكينة محدش سائل فيها خالص، يعني أكيد محتاجة حد يسأل عليها يشوف طلباتها. ده الموظف لما بيخلص مدة خدمته بياخد مكافأة نهاية الخدمة. بس أنا مش هسيبها دكتور. لا هتسيبها، ده عرف الحياة، قانون الحياة بيقول كده. بكرة تتجوز وتخلف هتتشغل بحياتك ومراتك وولادك، ودي الحقيقة. هي ما اشتكت لك من حاجة؟ عايشة عمرها ما بتشتكي، ودي المشكلة. طول عمرها كابتة في نفسها وما بتتكلمش. ما جابتلكش جوز أم وانت لسه صغير، بس دلوقتي انت كبرت. هي عايزة تتجوز. أمك عايشة عمرها ما هتقول أنا عايزة أتجوز، بس احنا بقى لازم نفكر فيها شوية. أنا شايفة شفيق جاركم ده راجل طيب وبيحبك وعنده شقة مرتب ومستقر، يعني ايه المانع؟ بعدين انت خلاص قاعد معانا، خليها تشوف حياتها ولو مرة واحدة. إذا كانت دي رغبتها تعمل اللي هي عايزاه، بس أنا مش هقدر أقعد معاكم في الفيلا، لازم أرجع البيت مكاني هناك.